هلو لوتي، معكم مازن من قناة فاكت 777. اليوم معنا رسالة أو بريف بشفيرد، بريف رسالة شكوى ضد أوتيل في عالم راحوا على أوتيل وعم يتشكوا على شو صار معهم. بالنسبة لنص الموضوع هيكون تحت بالدسكريبشن أو بالوصف تبع الفيديو، فأكيد فيكم تشوفوها هناك. وهلأ خلينا نبلش بالبريف تبعتنا. كنت مازن هير. Ich habe es schon mehrmals telefonisch versucht und Ihnen mehrere E-Mails geschrieben, aber leider niemanden erreicht. Es geht um unseren Aufenthalt in Ihrem Hotel vor 3 Wochen. Wir dachten, dass dieses Hotelzimmer ein großes Bett und dazu ein Beistellbett hat. Aber leider haben wir nur ein Bett vorgefunden und kein Beistellbett. Das ist wirklich ärgerlich. Wo sollte unsere Tochter überhaupt schlafen? Und warum kostet dieses Zimmer so viel, wenn es kein Beistellbett hat? إذا مثل ما شوفوا في عنا عائلة عم تشتكي على أوتيل. أول شيء Guten Tag Mazen hier. طبعا نهاركم مازن هير. اكيد هون بس واحد يكتب لازم يغير اسم مازن يحط اسم العائله تبعته. Ich habe es schon mehrmals telefonisch versucht und Ihnen mehrere E-Mails geschrieben. انا حاولت عده مرات انه اتصل معكم وانه اكتب لكم عده ايميلات. Aber leider niemanden erreicht. ولكن لسوء الحظ للاسف لم أستطع التواصل مع أحد ما. Es geht unseren Aufenthalt in Ihrem Hotel vor 3 Wochen. الموضوع يدور حول إقامتنا في أوتيل تبعكم قبل 3 أسابيع. Wir dachten, dass dieses Hotelzimmer ein großes Bett und dazu ein Beistellbett hat. لقد اعتقدنا، هون اكيد محطوطه بالماضي في دختن، داس بان ديزس هوتيل سما، بان هذه الغرفه غرفه اوتيل. وانتبه اكيد حطينا ديزس لانه كلمه سمر هي داس سمر، فحطينا ديزس. ان غروسس بيت، كمان بيت هي داس بيت، مشان هيك قلنا غروسس اس بالاخير. وان داتسو بالاضافه لذلك بايشتل بيت هات تخت إضافة، أو مرات بيكون الصوفا هي تنقلب بتصير تخت طبعا مشان بنتهم، هي مرة وزلمة مع بنتهم مشان تنام على التخت الإضافي. Aber leider haben wir nur ein Bett vorgefunden. ولكن للأسف نحن بس لقينا بيت، بس لقينا تخت، وما لقينا تخت إضافة. Und kein Beistellbett. Das ist wirklich ärgerlich. بنرفز بيعصب طبعا. Wo soll unsere Tochter überhaupt schlafen? وين تنام بنتنا على الإطلاق؟ Und warum kostet dieses Zimmer so viel؟ وليش بتكلف هالغرفة هالقد إذا هي ما فيها بايشتيلبيت؟ إذا مثل ما تشوفوا الجمل جدا بسيطة، طبعا نحن فينا نعدل على هدول الجمل أو نعمل توصيل بين بعض الجمل بين بعضهم باستخدام داس فايل او دين او اي موصلات بقية لنحسن او نغير مشان مو كل المواضيع تكون نفس بعض. اذا هذا هو الجزء الاول. اول شيء عرفنا عن حالنا، قلنا انه نحن حاولنا نتصل وحاولنا نكتب ايميلات كثير وما حد يرد. وبعدين نحكي انه نحن انه هذا الموضوع يتعلق باقامة بالاوتيل قبل 3 اسابيع. واول شيء نحن عم نشتكي بسبب انه ما في بايشتيلبيت بالغرفة مع انه بتكلف كثير. الجزء الثاني. Am nächsten Tag, als wir aufgestanden sind, erlebten wir die nächste Überraschung, denn unser Zimmer hatte keinen Ausblick auf die Alpen, obwohl wir ein Zimmer mit Alpenblick gebucht hatten. أنا بنجي على الشكوى على الموضوع الثاني هوني. في اليوم التالي am nächsten Tag, als wir aufgestanden sind, وقت نحن فقنا من النوم، واكيد هون تنتبهوا محطوطة بالبيرفكت aufgestanden sind مع فعل aufstehen استخدمنا sein. نحن اختبرنا او مرقنا بالمفاجأة البعد او اللي هي denn unser Zimmer hatte keinen Ausblick auf die Alpen، انه غرفتنا ما لها اطلالة على الألب او جبال الألب، بالرغم من انه الغرفة
حجزناها مع إطلالي على العلم. وطبعا هون انتبهت انه حطينا بالماضي مثل ما قلنا اوف كشتندن زند وإيرليبتن كمان بالماضي. وبعد انتبه استخدمنا دين إيرليبتن في دي نيكس وبغاشونج دين اوزل سمر حتى كان اوس بلوك اوف دي إيربل. هون استخدمنا دين اللي هي نفس معنى فايل بس بالكتاب نستخدمها اكتر وافضل نستخدمها بالكتابة. وبس نستخدم دين بيجي تركيب الجملة نفسه ما بيتغير بيضل فعل بالمركز الثاني. وإنه هون طبعا أوبفول كمان استخدمناها وجاء الفعل بالأخير يلي هو هاتن. أوبفول فير عن سمر مت ألبن بليك جبوخت هاتن. حطينا هاتن جاء بالأخير. ننتبه على الشغلات جدا مهمين. نكفي. هذا دي غروس اوبراشن. ولكن المفاجأة الكبرى فار دي دوشكان دوش أو الحمام. زي فار فيرشمت كان معفن في عفن فيرشمت. Das ist nicht akzeptabel für ein 5-Sterne-Hotel. هذا ليس مقبول بالنسبة لأوتيل 5 نجوم. 5-Sterne-Hotel. Wir haben 400 Euro für ein Doppelzimmer bezahlt. نحن دفعنا 400 يورو لغرفة دبل. يعني بالرغم من أنه أوتيل 5 نجوم ودفعنا 400 يورو لأينا عفن بالدوش أو بالحمام. Wir sind total müde. هلا بنكفي على النقطة اللي بعدها. نحن كثير كنا تعبانين ام هوتيل انجي كومن. نحن وصلنا على الهوتيل الساعة 10 كنا كثير تعبانين. Am nächsten Tag sind wir deshalb erst um 9 Uhr aufgestanden. لهذا السبب نحن اليوم اللي بعده الساعة 9 فقنا. Da die Frühstückszeit normalerweise immer bis 11 Uhr dauern. لأنه بالعادي أوقات الفطور هي بتضل الساعة 11 بس اللي فاقوا الساعة 9 وما كان في فطور. هي طبعا النقطة البعدة أنه اعتراض بالنسبة لأوقات الفطور اللي هي بين 6 والتسعة. مثل ما نص الموضوع بتلاقوا تحت بالدسكريبشن أو بالوصف تبع الفيديو. منكفي في هلأ نحن طبعا نطالب بالتعويض. Also wegen diesem unbequemen Urlaub. إذا بسبب هذه الرحلة أو العطلة الغير مريحة دي unerwartete Überraschung وهذه مفاجآت غير منتظرة أو غير متوقعة von Ihrem Hotel من أوتيل تبعكم erwarten wir dafür eine Entschädigung. نحن نطلب بتعويض بقيمة 750 يورو. eine Entschädigung in Höhe von 750 Euro. إذا مثل ما شفتوا مشاهدينا هذا هو كان الفيديو تبعنا اللي هو كان بشفيرد بريف. مثل ما تلاحظوا كان كتير مختصر وجمل جدا سهلة لمستوى بي1 بيز فاي. بعتقد حدا مستوى بي1 في يكتب هيك نص. المهم نحن نذكر كل النقاط يلي جتنا بالنص بالسؤال اللي نذكرها ونحكي عنها ونحاول نركب جمل بمستوانا بغض النظر إذا كان الواحد ما يعرف فحص بيز فاي أو لا. المهم الواحد يكتب كل النقط ويكون قواعديا صح أكثر ما أنه نحن نلبك حالنا بكلمات صعبة ونفوت بشغلات قواعد وصير معنا أغلاط الواحد الشغلي ما هو مضطر يفوت فيها. المهم بالبريف نحن نشوف إذا معنا مثلا 150 كلمة بالبيز فاي لازم نكتب كمية مناسبة من الكلمات تكون قواعديا صح ونغطي كل النقاط اللي هني مطلوبين بالبشفيرد بريف او اي شيء. وبهالطريقة نحن رح ناخد علامة مليحة. ما تفكروا اذا واحد بس كتب كلمات صعبة وعمل كتير اخطاء ما رح يستفاد شيء. اكيد اذا كان مستوانا كتير عالي وقدرنا نستخدم كلمات صعبة هذا الشيء كتير كويس. بس الاهم نكتب بطريقة صحيحة. وهي بكون خلص الفيديو تبعنا. اي اقتراحات لفيديوهات او لرسائل اكيد في كتبوها تحت بالتعليق. ومن المفضل الواحد اذا بده يطلب يكون نص الرسالة او نص الموضوع المطلوب انكتب مشان الواحد يقدر يكتب عليه رسالة. هذه الطريقة هي الافضل. وفي مدارسكم نشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.